ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. عملت لكم بقى تحدي النهارده. هو مش تحدي ولا فيديو كوميدي، هو عباره عن الارقام القياسيه كده. هنملى البانيو كله اوربز، يعني انتوا متخيلين ده محتاج مني كميه كبيره اصلا، تمام؟ فانا بقى ما جبتش كيس اتنين، انا هوريكم الكميه كلها. انا جبتش كيس بقى اتنين، انا جبت كل ده اوربز اللي هو اصلا الكميه دي كلها اصلا ما لقيتهاش. يعني انا ايه ليه كيس اتنين وعدت يجي 10 ايام اصلا على ما جمعت كل الكميه دي اهو. بس الحمد لله لقيت فور بقى لحد ما لقيت ده. الفيديو ده عباره عن ثلاث فقرات، اللي هو المقدمه الثانيه تفريط الاربس، الثالثه هنملى البانيو وهنشوف النتيجه. يلا بينا. هو المشكله في ان دي تاني مره اصور نفس الفيديو، انا مش عارف البشره داكنه. استنى كده اما اغير الالوان كله بالريموت كنترولز كده. حلو كده حلو. مره اعمل نفس الفيديو، لا اخر مره الفيديو كان الصوت مش شغال وحاجات اتحذفت والفيديو باظ، مع اني كنت جايب كتير برضو. طبعا احنا ايه بقى؟ انا كيس اربس مش موجود خالص خالص يعني تعبت على ما لقيته اصلا. بقى واللي موجود بقى اشكال من دي، وده مش حلو يعني عشان يملى يعمل الكميه اللي احنا عايزينها. مديني حجم اكبر. دخل مني 10 ايام بس على ما لقيت الكميه دي كلها. احب اقول للراجل اللي مديني الاشكال دي ان في واحده ناقصه هنا، فحاجه اخدها منك. سنة؟ ده طلع ورا هنا، ظلمنا الراجل، انا اسف. اللي هو دي كبيره يعني. انت بتضحك علي؟ دي الاشكال. في حوالي، بص يعني لو قلت لك احنا كنا جايبين 10 اكياس 10 كارت، اللي هي الورقه دي، اللي هي بص اللي هي الورقه دي، والواحده من دي فيها 24 واحده، فيها 24 كيس، وكل كيس فيه مش عارف بتاع 20 كوره. فانت ايه بس ان هم يبقوا كام كده بس؟ اللي هو مبلغ ضخم يا جدعان، بامان اللي هو بتصرف يجي 300 جنيه في كور ميه. اللي هو ده الاكياس الفاضيه بس من الاربس، تمام. يلا بينا بقى. ايه على فكره يعني ده بص ده كل ده مليان يو سيزيس. اربع ساعات والان بعد 3 ايام الاربز شكله تعبان، ريلي تعبان، وهرجعه بالميه اللي فيه. الراجل لو بيتفرج هرجع لك الاربز. انا بقول وهذا هو الاربز الكحياني. نظير محتاجين ضعف الكمية. سواوي بره احنا ايه نرمي فيه السلك ده ونشغل صنبور الماء. خلاص